مساء الخير متابعينا على انفجارات وبرنامجكم حديث النمسا مسد تلتقي مع برلمان النمسا للاطلاع على اوضاع السوريين في الداخل والخارج وفي لقاء جمع ممثل عن مجلس سوريا الديمقراطيه مع المجموعه البرلمانيه الثنائيه بين النمسا والشرق الاوسط في مقر البرلمان النمساوي في فيينا حضر اللقاء عضو مكتب العلاقات الخارجية في مجلس سوريا الديمقراطية صلاح فرحو مع رئيسة المجموعة كاترين كوجاروفيتس من الحزب الاشتراكي اس بي او وكريسبا من وكريسبا شتيفاني كريسبا من الاس بي او الحزب نيوس وهيلموت بانشتيتا من حزب النيوس ايضا والويس شول من الحزب الاشتراكي اس ويسعدنا ان ينضم الينا السيد صلاح فرحو للحوار اكثر عن هذا اللقاء في حديث النمسا لهذا اليوم اهلا بك استاذ صلاح اهلا شكرا جزيلا على هذه الاستضافه شكرا لك وفي البدايه يعني كيف تم تنظيم هذا اللقاء وهل تم من قبل مجلس سوريا الديمقراطيه؟ نعم، أه تم على اساس طلب منا نحن. يعني القضية السورية ليست محورية في السياسة الأوروبية في المرحلة الراهنة للأسف الشديد يعني. قبل هذا التاريخ قبل أم أم الحرب في أوكرانيا، كانت تتم في بعض الأحيان لقاءات على طلب منهم يعني، هم كانوا يتواصلوا ويقولون ما الذي يحدث في القضيه السوريه النبيل. ولكن من فتره سنه او اكثر يعني من فتره كورونا من سنتين توقف طلب لقاءات من جانبهم واصبحنا نحن الطرف الذي يطلب منهم اللقاءات فهذه اللقاءات كلها تحدث بطلب منا نحن يعني نحن نتواصل معهم ويتم التنسيق لهذه اللقاءات نعم يعني في حديثك طيب مع اللجنة البرلمانية حذرت من خطورة أي عمل عسكري تركي في الأراضي السورية وتبعاته على محاربة داعش وفي نفس الوقت أوضحت أنكم ضد التقارب التركي مع نظام الأسد واللي طبعا أنتم ضده وبرضه في نفس الوقت يعني تحذرون يعني فكيف تحذرون من التقارب التقارب التركي من طرف ومن طرف اخر تدعمونه؟ نعم الشق الاول من السؤال نحن نحذر من تبعات اي تدخل تركي قادم قد ياتي في الارض على الاراضي السوريه لاننا اساسا هناك تجارب لتدخلات تركيه سابقه وكوارث عملية حصلت من جراء هذا التدخل يعني نحن بحاجة أن نرى ما الذي يحصل في عفرين ما الذي يحصل في سريكانية رأس العين ما الذي يحصل في تل أبيض كريسبي من انتهاكات يومية ومن بؤر داعش ويعني كما يقال بالألماني هذه المناطق الثلاث هي عبارة عن مكان أو لإرهابيين عملين لإرهابيين داعش يعني أذكر مثالاً من قبل عدة أشهر تم هجوم لداعش على سجن في مدينة الحسكة سجن غويران سجن المصنع وتم خلاله تهريب اجلاء 300 او او فرار 300 او اكثر من عناصر داعش الارهابيين المقاتلين الشايس في 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 تنظيم داعش وذلك كان خطر كبير على على المدينه والتخطيط لهذا لهذا الهجوم تم من طل ابيض ومن من مناطق الاحتلال التركي فنحن لسنا يعني لا نقول ان التدخل التركي سوف ياتي بمصا بمصاعب على السوريين لاننا ضد ضد تركيا، لا لاننا نرى ورأينا تجارب عمليه للتدخل التركي وتبعاته على السلم الاهلي في سوريا. بالنسبه للشق الثاني للسؤال يعني في العلاقات الدوليه اكثر من طبيعي ان يكون هناك علاقات حسن جوار بين دولتين وسوريا وتركيا هما دولتان متجاورتان ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك في المستقبل بعد الوصول إلى حل معين سياسي في سوريا أن تعود العلاقات بين هذه الدولتين بين هذين هاتان دولتان إلى مجاريها القديمة إلى علاقات حسن الجوار ولكن نحن نحذر من تبعات أي اتفاق قد يأتي بين النظامين التركي والسوري على حساب الشعب السوري على حساب تطلعات الشعب السوري من أي اتفاق أمني قد يحصل بين هذين الدولتين ذلك لن يخدم أي, أي من مصالح الشعب السوري فنحن لسنا ضد علاقات حسن الجوار من حيث المبدا ولكننا ضد اي اتفاق امني قد ياتي من جراء تطبيع او اعاده تطبيع العلاقات بين هذين الدولتين لكن بتفضلوا التقارب ده في المستقبل القريب يعني مش دلوقتي التقارب قد ياتي في المستقبل القريب او البعيد ولكن هذا ليس اساسي الاساسي هو ان ياتي هذا التقارب او هذا التطبيع هذا التطبيع كجزء من حل سوري سياسي شامل يعني، م. نحن لا نريد أن أن يتقارب النظامان التركي والسوري بمقاربات أمنية وأن يجلبوا لنا ويلات جديدة قد قد سوف تمتد من شرق الفرات إلى غرب الفرات، لن تقتصر على شرق الفرات فقط يعني ليس يعني ليس شرق الفرات هو الوحيد الطرف الوحيد المستهدف من جراء هذا التقارب وإنما غرب الفرات أيضا. نعم طيب يعني عندما سالتكم كوجرفيتس من الحزب الاشتراكي اس بي كيف تريدون الوصول الى اهدافكم اجبتم انه عن طريق توافق سوري سوري وبيحقق طبعا تطلعات الشعب لكن يوجد شريحه واسعه من المعارضه السوريه بتمثل الرؤيه التركيه وفي نفس الوقت برضو كتير قوي بيبصوا للاحزاب الكرديه المعارضه انها معارضه لتركيا فكيف سيكون شكل التواصل بينكم خاصه انه لا احد يستطيع الغاء الاخر فمن برايك يملك المفتاح وكلمه السر؟ نعم الحديث يجري عن توافق سوري سوري، انا لا ارى كيف يمكن لتركيا ان تدلي دلوها في حديث سوري سوري، نعم. نحن سوريون، أه ليس هناك اي مشاكل مبدئيه بين السوريين او اي اختلاف في وجهات نظر بين السوريين المعارضين لنظام الاستبداد نعم. الذي يقبع في دمشق، أه هناك توافق عام بين جميع السوريين الديمقراطيين على حقوق الانسان وعلى الحريه والمساواه والعداله الاجتماعيه، نحن نبحث عن توافق سوري سوري في اطار هذه المنطلقات هذا في, في اطار هذه المنطلقات السياسيه. نعم. وهذه المنطلق يعني الخلاف بين السوريين الديمقراطيين لم يوجد الا بعد تدخل تركي اساسا في الشان السوري يعني بعد تحويل بعد تحويل الثوره السوريه على يد تركيا الى بعد تحويلها من 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 بوصلتها نحو الحريه والديمقراطيه الى حرب طائفيه نعم. و... نعم طيب يعني ذكرتم برضو في هذا اللقاء الذي يعتبر الاول من نوعه طبعا بعد اندلاع الثوره السوريه في عام 2011 ماذا برأيكم تم اختيار مسد بالذات لهذا اللقاء ام انه بدايه لتواصل كافه اطياف المعارضه السوريه؟ يعني الجواب على هذا السؤال يجب ان نكون واقعيين. نعم. بالنسبه لهم معرفتهم اساسا العامه بالقضيه السوريه ليست على مستوى عالي يعني، نعم. القضيه السوريه ليست اولويه في السياسه الاوروبيه او النمساويه. نعم. نحن ببساطه كنا طرف اول طرف تواصل معهم وطرح عليهم هذه الفكره وهم تقبلوا الحديث معنا نعم. وطبعا هذا الحديث يعني هذه اللقاءات تفتح ابواب الى لقاءات اخرى والى علاقات متينه اخرى ولكن هذه اللقاءات اتت بناء على طلب منا ومبادره منا نحن وليس منهم هم. نعم شكرا لك استاذ صلاح فرحو على وجودك معنا النهارده في الاستوديو آه يعني رغم تعبك المفاجئ لكن التزمت معنا باللقاء آه اليوم آه تحب تضيف اي حاجه؟ آه اشكركم واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح